الاوتوكروس والسباق العربيات والحاجات دي كلها بشكل بقى يعني تفصيلي زي ما احنا هنشوف الفيلم. مبسوط بكل الكاست، مبسوط بناهد لان ناهد صديقتي ومحمد مهران ممثل شاطر جدا وصاحبي من زمان، استاذه وفاء ابرام برضو كان نفسي اشتغل معاه من زمان. النجم احمد عبد الله محمود، برحب بيك معايا النهارده في لقطات. في البدايه عايز اقول لك مبروك اوتوكروس، حاسه ان في قلق هيحصل. لا والله يعني انا مبسوط لان الفكره جديده على السوق المصري وعلى السينما المصريه، الاوتوكروس والسباق العربيات الحاجات دي كلها بشكل بقى يعني تفصيلي زي ما احنا هنشوف الفيلم. في وسط الحدوته في قضيه وفي جريمه بتحصل، وانا عامل الضابط بقى اللي بيحقق في الحدوته دي كلها. لا الحمد لله انا يعني رجل قانون المره دي، فحتى التندى اللي انا تقول لك الشنب عامل مشكله يعني شويه. يا ربنا يستر بقى ان شاء الله وتعدي على خير باذن الله. فمبسوط بكل الكاست، مبسوط بناهد لان ناهد صديقتي ومحمد مهران ممثل شاطر جدا وصاحبي من زمان، استاذه وفاء ابرام برضو كان نفسي اشتغل معاه من زمان. بسمع ان هو يعني كذا حد من صحابي يقول لي شاطر وعنده رؤيه وعايز يعمل، فانت كممثل بتدور دايما على ان عايز تشتغل مع حد بيحس الممثل وبيفهم الممثل يطلع منك حاجة مختلفة. فمبسوط بالعمل الحمد لله، والناس كلهم محترمين جدا حتى اللي ورا الكاميرا صحابي، واشتغلنا مع بعض مرة واثنين وثلاثة فتمام. يعني قول لي يا احمد، انت دايما بحس ان انت مظلوم. الراجل ده راجل فنان. بقول الراجل ده احلى كلام حالا. طب بقول لك يا احمد، انت دايما بحس ان انت يعني الناس ظالمينك في ان انت يا اما طلع تضرب يا اما طالع يضرب يضرب، ما فيش وسط يعني. بصي ده شغل يعني، في الاول وفي الاخر انا بعمل حاجه بحبها بغض النظر بقى انت عامل اللي في نفسك ولا لا، ده اللي بيفرق. انا بيفرق معايا جدا ان انا اعمل حاجه الناس تقول لي شاطر، لما عملت التفصيله الفلانيه حسينا بكذا، فبتبسط بالفنيات اكتر من الشكل بتاع انت طلع تضرب طلع تضرب. مش ده اللي بيفرق يعني في السينما، بس هو اللي بيفرق ان انت بتعمل دور حلو ولا لا، ان انت بتعمل دور مؤثر ولا لا، ان انت بتعمل دور الناس لما بتخرج تقول لك شابوه ولا لا، بس ده اللي بيفرق معايا يعني. انت مركز الفتره اللي فاتت مع الدراما اكتر من شويه كنت، بس اهو رجعت يعني بعمل فيلمين اليومين دول وداخل مسلسل ان شاء الله. الفيلم الثاني اسمه القربان، استاذ خالد الصاوي معانا مجموعه حلوه جدا من الممثلين يعني، وربنا يسهل ان شاء الله ويطلع حاجه حلوه. احمد انت ابن فنان كبير طبعا الله يرحمه، وليه تاريخ برضو، الناس لحد دلوقتي بتحب تشوف افلامه. بعض الفنانين بيتضايقوا لما مثلا نقول انت ابن الفنان الفلاني او انت مثلا باباك الفنان الفلاني، هل انت مثلا من الناس دي ولا لا انت حابب ان انت تقال اسمك؟ انا اسمي احمد عبد الله. انا ليا الشرف ان انا ابن عبد الله محمود. بصي انا كان بدايه شغلي كان عندي حلمين، حلم ليا وحلم الوالد، ان انا طبعا ابقى راجل ممثل وراجل نجم وكل الحاجات دي، وفي نفس الوقت ان انا خلد اسم عبد الله محمود. اكيد مش انا اللي هخلده يعني، هو الحمد لله مخلد نفسه بنفسه يعني، لان والدي كان مدرسه الله يرحمه. بس ان انت لما بيتقال ده احمد ابن عبد الله محمود، انا ده شيء بيبسطش مش بيزعلني، لان هو لان انا اشتغلت كمان من دون مساعده عبد الله محمود يعني، عملت الحمد لله اسم لنفسي وعملت يعني عملت كل حاجه بايدي، ما حدش عمل لي حاجه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كل حاجه. بصي اللي بيتعب بيلاقي يعني، انا مثلا في بدايه شغلي اشتغلت مثلا حاجات، وبعد كده عملت حاجه اسمها الركين كان مع استاذ جمال عبد الحميد، بعدها قعدت سنتين في البيت ما جاش حاجه، فنزلت اشتغلت في مول العرب عادي جدا في كشك الكشاك اللي بتبقى في النص عشان ما اروحش اقول لوالدتي اديني فلوس، انا شحط يعني راجل كبير وعايز عندي حلم وعايز يبقى معايا فلوس اعرف اروح اقابل مخرجين، اعرف اروح اقابل منتجين واعرف اعمل الكلام ده كله. في عز ما انا شغال الشغلانه دي فيلم الجزيره 2 وجالي فيلم حديد، فان انت تتعب بغض النظر فين ربنا هيرضيك، هتحقق حلمك وهتعرف تعمل اللي انت عايزه. اتعرض عليك ان عبد الله محمود يتعمل سيره ذاتيه او عن مسلسل اهي، وان انت تقدم المسلسل ده هتوافق؟ هو انا شايف ان انا مش شبهه. للاسف يعني هو كان زال قمر فيعني وكان سفيف كده وعسل وشعره ناعم، يعني ازاي يعني رضيكي يعني؟ لا ما ينفعش طبعا. شحمي والله في ناس كتير يعني
بتحس ان هو واخد من روحه مثلا بعيدا؟ يعني اقول لك حد هتستغربي جدا، ممكن عمرو سعد شويه لو راح للشخصيه هيعرف. لا عمرو نفس فيزيكالي شويه، نفس الجسم في نفس المود واللون والحاجات دي كلها، فطبعا عادي باروك هتتلبس هيبقى ان شاء الله. جديد عندي الحشاشين، تدريبات اليومين دول قاسيه جدا الحمد لله، يعني بنعمل بروفيشنال طبعا حاجه، يعني مبسوط ان ارجع اشتغل مع استاذ بيتر طبعا تاني، مبسوط ان انا بشتغل مع قيمه كبيره زي استاذ كريم لانه ده اخويا الكبير، يعني انا والدي اللي كان عامل له مشروع التخرج بتاعه على فكره، فاحنا يعني في علاقه، في علاقه قديمه جدا، وفي كذا حاجه اهو بنقرا، يعني ادعي لي بس ربنا سهل يا رب. تسلمي، ميرسي ليكي، ميرسي.